سؤال بيقول: ما حكم الدين في الجماعة في رمضان؟ أولا الجماعة من المفطرات، والمفطرات في نهار رمضان هي الأكل والشرب والجماع وما كان في معنى ذلك. والجماع دائما يكون جماع لزوجتك أو لغيرها، فإذا كان جماع الحلال للزوجة أو ملك اليمين فده أولا مفطر ويوجب الكفارة المغلظة اللي هي عتق رقبة. ما عندك صيام شهرين متابعين ما بتقدر إطعام 60 مسكينا، ده لمن جامع في نهار رمضان، والكفارة المغلظة دي للجماع فقط. أما الإنسان لو أفطر بغيره من المفطرات في نهار رمضان كالإفطار بالأكل أو بالشرب أو بغيرها من المفطرات، ده ارتكب ذنب كبير من كبائر الذنوب، والواجب عليه قضاء يوم والتوبة. أما من أفطر بالجماع فالواجب عليه الكفارة المغلظة وبعد ذاك القضاء. وده لما جاء في حديث الرجل اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو سلمة ابن صخر البياضي، وجاء داخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت وأهلكت يا رسول الله، يعني هلكت أنا في رقبتي وأهلكت زوجتي. قال: ماذا فعلت؟ قال: وقعت عن امرأتي في رمضان، وصايم وقع على زوجته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ تقدر تشتري رقبة؟ زمان كان في المماليك، بس الزمن ده ما بتلقاهم، لكن زمان في المماليك تشتري مملوك تعتقه في سبيل الله. قال: لا أستطيع يا رسول الله. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وما أهلكني إلا الصيام يا رسول الله، وأنا صيام يوم واحد ما قدرت عليه، فوقعت على امرأتي. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ تقدر تطعم 60 مسكين؟ قال: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، اللابتين يعني الجبلين. قال لي: من الجبل ذاك بتاع المدينة ولا الجبل البهيني؟ ما من أهل بيت أفقر مني من الجبل ده، للجبل ده ناس أفقر مني أنا ما في، كله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذاك قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعس أو قدح مكتل قفة كبيرة مليانة تمر تساوي قدر 60، اللي هو صاع، فجابوها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فشالها ادى للرجل، قال: خذ هذا وأنفقه في سبيل الله، أصدق به. الرجل ليس طمعان فيما عند الله، قال: يا رسول الله، على أفقر مني؟ ده الدين منو أفقر مني؟ أكبر ما قلت لك من الجبل ده ليه الجبل ده؟ ما في ناس محتاجين أكثر مني أنا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أطعمه أهلك. شالوا فرحان مبسوط، جاء من قبيل زعلان الذنب عليه وتعبان وما عارف كيف يكفر، رجع وذنبه كفر عنه، ومع ده شايل له قفة بتاع التمر موديها لأولاده، مبسوط جدا. عموما الجماع في نهار رمضان الكفارة بتاعته قلنا الكفارة المغلظة. أما لو كان بالحرام دي مشكلة، طبعا دي مشكلة دبل، أفسد صيامه وارتكب ذنب. مرة ماشي في الشارع أنا لقيت واحد، خليت بالك في بيت واقفة البنات البجيفة وقفات كعبة دي، واقفة في الشارع بتطبص في موبايلها كويس، واحد جاء وقف ليها، ده الكلام ده نص نهار في رمضان، ده هسه واقفة ليه وده وقف ليها ليه؟ ده يسوي شنو ده؟ أنا جيت طوالي وقفت جنبه ومش واقف كده، طوالي وقفت معاه وكده، بقيت بعين لي في عينه كده بس، زولك اتلفت عامل فيها نظام ما شايفني، وأنا واقف بعين لي في عينه وبسوي ليه بقلبي اللي أبقى راجل أرفعه. بعد شوية شاف الشغلانة ما ماشية معانا قدام، دور عربيته ما ركفات، وكنت دور أنا طوالي سريع دورت وراه عشان ما يقول ما ولانا ده داري خارجنا أنا ولا شنو. المهم ده شوف، ده فساد، قمة الفساد في نهار رمضان. يعني ده هسه انت لو قدمت له سؤال، لو قدمت له سؤال ليه ده ذاته، انت البيت دار تسوقها في النهار ده ولا دار ترجمها بعدين؟
وانت صايم ولا ما صايم؟ بالله شوف جنس البلاوي دي. في نهار رمضان دي يا اخواننا حرمه فوق لحرمه وبلوه فوق لبلوه ثانيه، نسال الله السلامه والعافيه. طيب بيقول هل يجوز للزوجه ان اذا طلقت وهي حامل هل يجوز ان تروح او الى بيتها؟ ما فهمت، لعل السؤال انه ممكن تمشي بيت اهلها. يعني الزوجه يا اخواننا لها ان تذهب الى بيت اهلها ولها ان تمكث في بيت زوجها اذا طلقت وهي حامل، والطلاق في الحمل ده بقع ما زي الطلاق في الحيض ما بقع، ولا الطلاق بعد ما طهرت وهو جامع في طهرها ما بقع، اما الطلاق اللي بقع في الحمل بقع طوالده وهي حامل، وعدتها بتنتهي بوضع الحمل. لو ولدت بكره عدتها انتهت، لو ولدت بعد 8 شهور عدتها تنتظر 8 شهور. المهم تبقى في بيت زوجها، الافضل تكون قاعده في بيت زوجها لما تكمل العده بتاعتها، لانه ده طلاق رجعي. والحكمه من هذا حكمه جميله جدا في الشريعه، وهي ان المراه اذا بقيت في بيت زوجها وتزينت وتجملت هذا من الدواعي التي تستعطف قلب زوجها اليها. الرجل لما يشوف المراه مارقه وماشيه وجايه قلبه بيلين ليها، ممكن يرجعها ثاني، وقد يكون فيه شهوه اليها فتحمله الشهوه الى مجامعتها بنيه الرجعه، وده بكون دي رجعه عديل. اذا جامع زوجها بنيه الرجعه كده بكون رجع عديل، وده القول الراجح من المذاهب الاربعه قول المالكيه، اذا جامع بنيه الرجوع رجعت له طوالي. عشان كده المراه لو طلقت تكون قاعده في بيت راجعه، يقول لا امشي، تقول لا دار اقعد هنا انا، من حقها، وهي باعتبارها زوجه له. ولو مات زوجها ترث في ميراث زوجها، ما زوجه بالنسبه له هي، وتعتد عليه عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام تعتد عليه لو ماتت في طلقة الرجعية. عشان كده في الحالة دي تقعد، قال لا امشي، يقول لا انا قاعدة، تكشر تمام وتلبس كده وايه يا جيها والى اخره، تتونس معه ما زوجها في النهاية، انت ما انا مطلقة، قاعدة مطلقني لكن قاعدة معك هنا، تتظبط تمام وكده، هو بعد ذاك الشغلانة دي بتكون زعلة في الغالب، الزعلة بتفك وبيجي راجع ثاني. طيب بيقول ما حكم من يلبس البنطال وملابس الكورة وهل يجوز الصلاة به؟ الصلاة يا اخواننا بتجوز بكل ما يستر العورة. القضية مش قضية بنطلون ولا لابس جلابية ولا عباية ولا سكيرتي وبلوزة، القضية قضية ستر العورة، لأنه ستر العورة شرط من شروط الصلاة الستة، لابد تكون ساتر لعورتك. لو جلابيه ما ساتر العوره تبقى صلاتك باطله. لو انت لابس بنطلون بيحجم عورتك ما بيسترها تبقى صلاتك باطله. فلو كان بيحجم العوره تحجيم لكن ما بيشف، ما بيكون شفاف ترى العوره من خلاله، بس هو بحجم العوره، هذه الصلاه مكروهه بطريقه دي كده، فيه كراهه. لكن الصلاه صحيحه، نعم صحيحه، ما دام هو ساتر لعورته. وجاء في هذا عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال كنت أصلي أو ما شهدت مشهدا في قومي إلا كنت إمامهم، هو صغير عمره 6 سنوات وبيصلي بقومه، فقالت امرأة من القوم قال ولي حلة عنده جلابيته قصيرة لما يسجد بينكشف شيء من عورته، مش العورة المغلظة يعني، ينكشف شيء من فخذيه، فقالت امرأة من القوم استروا عنا استقارئكم، اشتروا له جلابية كبيرة، فاشتروا له حلة جميلة ساترة. قال ما فرحت بعد الإسلام بشيء كفرحي بهذه الحلة أو العباءة اللي اشتروا له. الشاهد العلماء قالوا إن كشف شيء من عورته لضرورة أو لعدم مقدرته ففي الحالة دي الصلاة جائزة صحيحة، لكن انت
قادر تستر عورتك البس حاجه فضفاضه يا اخي، البنطلون ذاته اعمله فضفاض ما يكون حاجه ضيقه ديك يا اخي. في شباب والله انت لما والله لما تحتار هو مش بيصلي بكيف، هو لبسه كيف ذاته، هو ده دخله كيف البنطلون ده، حاجه غريبه جدا مقرط. في واحدين قال لي بيدخلوه بكيس ولا بشنو، واحدين قال لي بيجروا معاه ناس الجيران كلهم بيكونوا جارين ور دخلوا بيجوا جارين يمرقوا. يا ناس يا اخوانا الكلام ده ما بجوز يا اخي. في بقى تبرج بتاع اولاد، خليك من تبرج البنات، بقى في تبرج بتاع اولاد ذاته. يا ناس اتقوا الله في الصلاه ده، زي البس لبس ساتر يستر عورته، و مش العوره فقط بل حتى اكتافه الزول يسترها، يعني ما انت لابسك فنيله داخليه بتصلي بها. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. في شباب الواحد بيكون لابس ثوب بس بتاعنا الكوره ديل بيكونوا لاعبين الكوره، هو كويس انهم بيصلوا بس اهم حاجه الكويس انهم بيصلوا، بيجي لابس اللباس بتاع الكوره القصير ده وفوق عريان طوالي بيكبر بيجروا لفوق كده، ومرات يكون ده طويل شويه ينزلوا لتحت عشان يستر العوره، ينزلوا حبه كده ده عشان يستر الركبه وبيصلوا. يا اخي كويس انكم بتصلوا دي حاجه كويسه، لكن استر جسمك فوق واستر عورتك تحت اثناء الصلاه، ده واجب عليك وده من شروط صحه الصلاه. طيب ده ماله طويل كده. قال هناك بيع يسمى ببيع الآجل في باب البيوع إذا كان موجود ما هي كيفيته؟ بيع الآجل ده ما في مشكلة، بس بشرط خلي بالك شرط ده انتبه له كويس، التشتري منه ده يكون سيد السلعة، بس ده الشرط المهم في بيع الآجل. بعد ذاك باع لك بأقساط لمدة سنة، أقساط لمدة 3 شهور، أقساط مريحة. السلعة مثلا بيشتروها قول ثلاجة بيشتروها ب10,000، قال لك شوف أنا ببيع لك بالأقساط ب20,000، أقساط مريحة لمدة سنة ما في مشكلة، بشرط يكون هو سيد السلعة. لكن ما يجي واحد يقول لك دار تشتري ثلاجة هاي تعال لي وجيب لي فاتورة ومن هنا نمشي بغادي نشتري لك السلعة ونكتبها في اسمك، تكون شايل القروش من زول وكاتب مع زول والسلعة شايلينها من زول، ده بدخلك في لخبطة، وده فيه بيع ما لا يملك، والمرابحات الكثيرة الموجودة في الساحة دي بيع ما لا يملك. أعمل حسابك منها، أي زول ما بيملك سلعة ما تشتري منه، قول له اسأل الثلاجة حقتك قول لك لا أنا أتفق معاي على الشراء وأنا بمشي بشتري عليك. شفت كيف؟ تتفق معاه وهو تشتريت منه وهو بيمشي بيشتري لك يا دوب، حرام ده، ده حرام. ما تقول لي ده البنك وعندهم فتوى ولا غير فتوى، ده حرام، ده بيع ما لا يملك. حديث حكيم ابن حزام النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تبع ما ليس عندك، سلعة انت ما بتمتلكها ما تبيع، حرام عليك. طيب السؤال الثاني بيقول ما حكم صلاة المتنفل ظانا انه يؤدي الفريضه؟ ما فهمتها. لو قاصد انه صلاه لكن زول بتنفل صلي له في ركعتين في الجامع وانت داخل مسبوق ولقيت الجماعه صلوا لقيت الزول ما بيصلي خشيت معه طوالي، انت لو تصلي فريضه ظهر مثلا وهو بتنفل بيصلي له في ركعتين بعد الظهر خشيت معه كم من ركعتين وقمت جبت الركعتين اللي عليك وسلمته ومركته، صلاتك صحيحة، صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة، لحديث معاذ كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، صليها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبيمشي لأهله في الجبل بيصلي بيهم صلاة عشاء مثلا، الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ديك فريضة له هو، واللي بيصليها بها قومه نافلة وهو الإمام، هو الإمام وهو بيصلي نافلة وديلك بيصلوا فريضة، فكانت صلاة المتنفل خلف المفترض، والدليل على حديث بتاع معاذ رضي الله عنه. طيب قال كما نعلم أن التكبيرات صلاة الجنازة 4 تكبيرات، الأولى بعدها تقرأ الفاتحة صحيح، الثانية بعدها الصلاة الإبراهيمية صحيح، الثالثة بعدها الدعاء للمتوفي صحيح، الرابعة بعدها الدعاء للمسلمين، دي في رواية عند الشافعية صحيحة.
أربع تكبيرات، الأولى الفاتحة، الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية. تكبر الثالثة تدعو للميت، ده لو كان ذكر تدعو بضمير المذكر، لو كان مؤنث امرأة تدعو بضمير المؤنث، لو كان جماعة تدعو بضمير الجماعة، هكذا تدعو للميت. تكبر الرابعة المشهور والمعروف عندنا، تسكت شوية وتسلم، ما فيها ركوع ولا فيها سجود، كويس، ما فيها مساواة صفوف، الناس بيقيفوا صفوف، لكن كونوا يصطفوا مساواة دي ما فيها، يقيفوا الصفوف وتكون ثلاثة صفوف فردية، خمسة سبعة تسعة فردية لورا. والإنسان إذا صلوا عليه الجنازة 40 موحدا، موحدين ما في مشرك، 40 صلوا عليك انت ربحت، بيشفعوا لك 40 موحد، وتكون انت الراجل ذاتك موحد، لانه كان مشرك ما في فايده، انت الراجل تكون موحد، والأربعون اللي بيصلوا عليك موحد. حديث صحيح مسلم، النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. عشان كده العلماء قالوا يستحب للانسان انه يسكن في البيئه الطيبه فيها الموحدين، مما تلقى لك حله عاين بجاي رايه خضراء بهيني، تعاين بهيني قبه، وتعاين بهيني ضريح بجاي، ارحل شيل عفشك وفوت، ديل كان مت في نصه ونصلوا عليك ما بتستفيد اي حاجه، ارحل شوف لك بلده طيبه. ولذلك جاء الحديث في سنن الترمذي، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل. لو قدرت تموت في المدينة أمش، حسيت بروحك كبرت أرحل، لو بتقدر أمشي المدينة موت هناك. لماذا؟ لأن الإيمان في المدينة، إن الإيمان ليأرز، يأرز يعني برجع إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، هناك تموت بين ديل أول حاجة بصلوا عليك ناس موحدين بيشفعوا لك، صلوا عليك ناس ابويا الشيخ ابتكة وانا في حواك ونحن راجينك، ها وناس الحبر وملو، وصلوا عليك الجماعة بتاع ابويا الشيخ تلحقنا وتنجدنا ونحن ده، صلوا عليك ديل اقنع ساي صلاة ما فيها حاجة. المهم اربع تكبيرات صلاة الجنازة، بين عالك صلي، بين عالك صلي صلاة الجنازة الأربع تكبيرات وسلم. بعد ذاك قال: سمعنا إنه ناس يقولون أكثر من أربع تكبيرات، فهل صحيح؟ وما هي الأذكار التي تقال فيها؟ في وارد في السنة يا أخواننا إنه خمسة تكبيرات، وردت في بعض الأقوال خمسة تكبيرات، ستة تكبيرات، وردت تسعة تكبيرات، لكن أقوال ضعيفة، الراجح منها إنه صلاة الجنازة أربعة. وحتى في الفقه المالكي القحطاني قال، وده من المالكية، قال: كبر على كبر هديت على الجنائز أربعا، واسأل لها بالعفو والغفران، أربع تكبيرات. والأذكار اللي فيها ما في ذكر محدد، يعني صلاة الأولى الفاتحة، بعدها الصلاة الإبراهيمية معروفة، بعدها الدعاء للميت، لو أنت حافظ الدعاء المأثور في السنة تقوله: اللهم اغسله بالثلج والماء والبرد، ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي، الدعاء المعروف لو حافظه قوله، ما حافظه ادعو له باي خير، يا الله قول له يا الله ده عبدك وجاك، يا الله ارحمه وانت ارحم الراحمين، دي صعبه؟ بس ادعو باي دعاء انت بتقدر عليه، ولكن الانسان يخلص في الدعاء، يخلص في الدعاء. صلاة الجنازة في ناس بيختفوها ليك سرعة ما تتخيلها انت، وانت قال دار انتهوا ليك، لانه عندهم فاتحة دار يتلموا عليها بعد شوية، اول ما انتهوا من صلاة الجنازة، ودي الشفاعة ذاتها، ده النص، دي شفاعة وده محل الدعاء، انتهوا منها طوال يجي في لون واحد سبعته طويلة وشالوا خدر الفاتحة، وطيب القبيل ديك شنو؟ اسا صليتوها دي شنو؟ ده الدعاء ذاته، دي الشفاعة ذاته، دي شفاعة تخليها تكلفتها، تكلفتها يا دجال، تكلفتها سريع، وتجي تسوي لنا فاتحة ربع ساعة وديت في ستة ثواني، كفتك كفتك أربعة، أنت ما بتلحق معه حاجة ذاته. المهم صلاة الجنازة أجر عظيم يا إخوان، أجر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من شهد الجنازة حتى يصلى عليها رجع بقيراط. قيراط تعجر، انت عارف القيراط ده قدر كيف؟ جبل ده القيراط، جبل بتعجر ورب بيدوك لكله. ومن شهدها حتى تدفن رجع بقيراطين. الصلاة بقيراط وتتبع الجنازة لحد ما يدفنوها بقيراط برا، قيراطين من الأجر، ده شغل ثقيل جدا. طيب قال في الخطوبة النظر بيكون وين وين؟ وهل يكون في لمس في اليدين وكده؟ لمس انت خشيت خلاص؟ صدقت انت؟ لمس عادين؟ طيب ما تتم الباقي؟ لا لا يا اخوانا، الخطوبة الانسان ينظر الى ما ينظر اليه عادة في المرأة، في عرف الناس. انه المرأة دار تشوفها انت بيجيبوا لك لابسة هدوم البيت العادية، لابسة جلباب البيت أو سكيرت وبلوزة، اللبسات العادية بتاعت البيت، وتشوف شعرها وتشوف وشها، تشوف يدينها وتشوف رجلينها تحت، خلاص يكفي. لكن لمس ده ما في، لمس ده بعدين بعد العقد. شفت يقعدوا الجماعة في العقد، زوجتك وقبلت، بعد ما يقولوا الكلمتين ديل زوجت ابنتي، وداك يقول لك قبلت، بعد ده تاني ألمس أعمل أي حاجة، ده بطريقتك ما في أي مشكلة. اما اللمس في الخطوبه ده ما في، مصافحه ده ما في، تكون قاعد هنا وهي قاعده هنا وابوها قاعد بجاي يقول لك شفت هذول املى عينك كويس، دايره تقف لك على عينها قيفي تلف كده، كله من حقك تلف تقبل وغادي امشي وتعالي تمشي كله من حقك، تشوفها مقبله مدبره كله ده شفتها تمام عجبتك ايوه امي جهز نفسك. لكن ثاني ما في حاجه من دي للعرس، ثاني ما في شيء، ما تيجي كل مره شال لك اسمه داخل على ازيكم فعايز ما ازيكم ولا بتاع، ما في برنامج تاني. انت من يوم الخطوبه شفت المراه وعجبتك امشي شوف اجراء زواجك، جهز بيتك جهز حاجاتك، والتكاليف تكون ميسره يا اخواننا، ناس تعف ابنائها وتعف بناتها، تيسر الامور ما صعبه، والزنا سهل. الزنا ما شايفينه سهل ولا ما سهل في المجتمع؟ واقفات هذيل بالصف في الشوارع بيرفعوا فين بالعربات، الزنا سهل، وفي الجامعات مركنين، الواحد مارق من البيت مفلفل شعر وموبايل وسلسل بهنا وسماعات مركبه في ضميه وبنطلون ناصل بتحت وفنيله طالع عليه فوق وشرابات بتحت ومكشب كشب زي ده شفته، وماشي هناك لا ورقه لا قلم لا داير يقرا، ماشي ينعصر له جنب بيت بس يقعد جنبه. ده موضوع اغلب الشباب الا من رحم الله. فوضع زي ده التزوج سريع ولا تقعد تسوي لي؟ لا بتي جيبوا لها 6 في 6 و13 في 20 وما عارف شنو، وبتدي غالية غالية شنو؟ ما بيت في شنو يعني؟ مش بيت؟ ما غالية ولا رخيصة. شوف ود حلال عجبك، ولد نجيب من أولاد الحلة، ود حلال أسرته طيبة، زول بخاف الله، عقيدته نظيفة، زول بيصلي بيحترم والدينه، يقول له تعال أجنا دار تعرس هاي هذه البيت. شوف عجبتك أنا بتم لك الأمور، تمتم لي بيا جاي بيا يرجع الله بيرزقه. انت كنت عندك شنو؟ انت ذاتك اللي عامل الغلبه ده عندك شنو؟ واحده والله بتحكي لنا منها هلا، الراجل كله بيعمل معاه كلام كثير، تقول له وانت ماخذني ب 15 جنيه هسه بديك لين ما تغلبني كثير. هو ذاته وقت يتزوج الراجل عامل غلبه ده متزوج ب 15 جنيه ودوه له بعتود، بس عتود جابوا ادوه المراه، انت تجي الان مغني البنات مالك؟ اديني يا اخي يا اخي مرقوي انت ما يركبنا الحرام، ارتكبنا الحرام والله تبقى عليك بلوى انت في رقبتك. سهلوا الزواج انتوا كاولياء امور، اللي بيسهلوا ابو المراه مش الولد. الراجل ده منك قلت له تعال بيقول لك ما جاي، قلت له تعال بالشطف وبجيك ما عنده مشكله، لكن انت ابو البيت وانت وليه ما تعقد ما تعسر له اموره من صغيره، زوجه عفه بعد ذاك ثاني كان دار تقرا تقرا يقول لك لا بتي دكتوره يا اخي عرس لها وتبقى دكتورتين عرس لها، وبالحلال الراجل ده يقريها طب ما يقريها بطريقته بعد ذاك يا اخي، الناس ما تعسر الامور. طيب قال اذا كانت المراه في الدوره الشهريه ما حكم لمسها وتقبيلها؟ ما في اي مانع تلمسها تقبلها تنام جنبها، ده كله ما في باس، لكن يحرم عليك اتيان المراه في فرجها، هذا حرام. زوجتك في حالة الحيض يحرم عليك اتيانها في فرجها، هذا حرام. اما غير كده فاستمتع بزوجتك ما شئت. قال سؤالي مستعجل كويس،
هل يجوز أن أتزوج من المرأة بالمحكمة دون إذن وليها؟ ليه يا أخي؟ ليه؟ ده بيجوز في حالة الضرورة. وحالة الضرورة دي شنو؟ لما يعضل أبو البنت ابنته، يعضل يمتنع من تزويجها من أي كفء تقدم لها، يجي دار الزواج يقول لها بنتي أنا قاعدة في محلها ما في زواج، يجي داك مغترب وعنده قروش ما بيدي ليها، المفلس البهينة ما دار يدي ليها، خلاص وقف ما دار يعرسها، عضل تماما، عطل عن الزواج. ففي هذه الحالة للبنت أن تطلب من القاضي أن يزوجها ويبقى ولي القاضي، ويسقط القاضي في ذلك الوقت ولاية أبيها، بيسقط ولاية أبيها لأنه بقى أبوها ده ما كفر، بقى ما كفر، والقاضي بيسقط ولايته، وبعد ذلك له أن يزوجها لكفء يراه القاضي ويقدر الحالة دي. لكن المسألة يا أخوانا ما تبقى شنو؟ إنه بس الزول أول ما شاف لبيت وبال ما مش لأبوه يقول لك والله تعرف ده ما بيديني لي، أنا عارف ما بيديني المحكمة بس، يا هو تقال شنو؟ ما بتسقط ولاية أبيها عليها إلا بعد ما يرتكب أبوها الغلط في إعضالها ومنعها من الزواج لدرجة تقدر المحكمة إنه هذا الأب ليس كفؤا، ده ما كفو يزوج بنته، زي النوع داري بيعون بيع، الواحد أول ما تجي يقول لك عندك كم؟ ما عندك كده إلا ما أفترق أمشي، أنت أمشي، يفوض على الزواج. ففي هذه الحالة ده بيكون ما من الأكفاء. طيب قال أنا أعمل في برامج في مجال برمجة الديجيتال وتركيب الأطباق، بعد الفراغ من العمل يقولون لي ركب لنا القنوات أو رتب لنا القنوات، وهنا قنوات مسلسلات، فما حكم الدين؟ ما بيجوز لك تساعد أي إنسان في شيء محرم، أي إنسان، أنت لو بتعمل عمل طوعي أو عمل مقابل أجر لا يجوز لك إعانة إنسان على معصية الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انت مجال عملك ده مجال مختلط بالحرام، الحلال فيه قليل والحرام فيه كثير، فاذا كنت ممن يتقي الله ويراقب الله سبحانه وتعالى ولا تساعد انسان على الحرام فالحمد لله، والا شوف لك مجال بتاع عمل نظيف ونقي غير العمل ده، لانه العمل ده حرام اكثر من حلاله. طيب قال ما هي الايام البيض في الشهر؟ دي ايام 13 14 15 من اي شهر؟ الثلاثة أيام دي اسمها الأيام البيض، وصيامها من السنة، صيامها من السنة، كذلك الاثنين والخميس صيامه من السنة. ويا أخوان الإنسان إذا تتبع السنن في الصيام وفي غيره يكون كده سلك المسلك الصحيح، وده اللي بينجيك يوم القيامة، وده اللي بتلقى أجرك كثير بعدين. أما الناس اللي بيتبعوا البدع، في ناس لا بيزعلوا من ثلاثة أيام بيض دي سنة ما دارينا، دل دارين شنو؟ دارين رجبية ودارين 15 شعبان، 15 شعبان دي قربت مش كده؟ الليلة يوم كم؟ يوم 10، فاضل 5 يوم 15 شعبان، في ناس بتلقاهم صايمين وفي ناس بيقيموا الليل في 15 شعبان، ما من السنة يا اخوان، ما من السنة صيام 15 شعبان تخصيصا بالذات بالصيام، ما من السنة ولا بالقيام، ما من السنة. طيب هل عندها فضل معين؟ نعم عندها فضل، النبي عليه الصلاة والسلام قال يطلع الله تعالى إلى عباده في ليلة 15 من شعبان، قال فيغفر لكل مسلم ما لم يكن مشركا أو مشاحنا. الاثنين دين الله ما بيغفر لهم، دولهم 15 شعبان، خد بالك ربنا بيغفر لأي موحد في اليوم ده مغفرة من غير عمل مخصوص، ما في عمل خاص، صيام خاص ما في، قيام خاص ما في، بس مغفرة كده ربنا. ها يوم 15 شعبان لكن قال لك بشرطين، مشرك لا ما بيغفر له، مشاحن لا. عشان كده انت هذه الأيام بالذات ونحن بنستقبل 15 شعبان نظف بينك وبين الله بالتوحيد عشان أنت تكسب المغفرة،
البينك وبين الله بالتوحيد نظيفة، في حجبات أجدع تحت الفكيه أجدع عليه، بتمشي بالشيل محايات شرك، بتمشي بالسف البركة تراب الشيخ، عند التراب ده سيف البيت جابوا لك من الجوة من الغبر، أجدع العواليق، فهمت؟ كل الشركيات مظاهر الشرك، عندك زيارة بتاعت قبور زيارة شركية تتوب منها، تتوب من الشرك، نظف بينك وبين الله توحيد، ونظف بينك وبين العباد، ما تكون مشاحن. يعني لو عندك ود عمك مشكل معاه في شنو؟ تكون مشكل لك معاه في موضوع ميت، جاء في عرس أختك ما جاء، ولا ما دفع عليك، ولا ما ساعدك، شايلة معاه للليلة دي، مش شاحنين قاطعين كله كله، سلام الله ما بيناتكم، يلا داك بيمنع عنك المغفرة في يوم 15 شعبان، صافيه وارجع عليه زوره، أدي تلفون بس سلم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه أو أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يوم، ما بجوز، يعرض هذا ويعرض هذا. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لاقي وابدأ بالسلام، دق له تلفون، رسل له رسالة بس، ازيك يا فلان يا أخي، السلام عليكم، كيف حالك، طيب انت، خلاص صافي، صفي بينك، حتى لو هو ما صافاك انت صافيه، تكسب المغفرة في يوم 15 شعبان. طيب قال كيف أتعامل مع أهل الكتاب إذا كانوا يعيشون معنا، وهل تجوز لهم الهدايا وحسن المعاملة؟ نعم يا أخوان، إذا أنت معاك في العمل، مجال العمل معاك يهودي أو نصراني، ده اسمهم أهل الكتاب، يهودي أو نصراني، المعاملة بتاعته مقسومة لجزئين، في معاملة دينية وفي معاملة دنيوية. أما المعاملة الدنيوية فتجوز، دنيا خدتوا الفطور قلنا تفضل يا فلان تفضل أكل، خلي يأكل معاكم ما في مشكلة. طيب إذا جاءت مناسبة دنيوية، هو مريض راقد في البيت عيان، امشي له زوره، قل لكن قل له كلمات، ما هالكلمات الشرعية، غفر الله ذنبك، لا لا ما في غفر الله ذنبك، تقول ليش تحيلك وكده فرفش شوية صحصح شوية أمورك ماشية كويس، كده كلمات دنيوية ما كلمات شرعية، يعني فيها الدعاء بالأجر أو الدعاء بالمغفرة أو الدعاء بالرحمة، لا لا ده ما بجوز. فأنت تتعامل معه في حدود الدنيا، تهدي له هدية، تقدم له معاملة طيبة، لعل ربنا يلين قلبه للإسلام وتكون أنت السبب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الله كان هذا بك زول أنت كسبت خير كثير جدا. أما المعاملة الشرعية فلا تجوز، يعني شنو؟ عندهم عيد كريسماس ولا عيد رأس السنة ولا عيد المسيح ولا عندهم صلاة يوم الأحد، ما تقول له هابي نيو إير، سنة جديدة سعيدة، ولا ما تهنيه، لأنه دي مناسبة كفرية، بيحتفلوا إنه الله عنده ولد، تهنيه إنه الله عنده ولد؟ بيجي الكلام ما بيجي، ما تهنيه، مما جوهم مكشفين كده يوم الأحد ولا يوم عيد الكريسماس ولا غيره، أنت تعصر وشك وما عندك معه أي شغلة، قال لك هابي نيو إير ولا وفوت ما تشتغل ولا تجاوب، والافضل تنصحه توريه وتقول يا اخي اللي بتسوي فيه انت ده والله ده يوديكم جهنم، وربنا ما عنده ولد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، توريه التوحيد، ربنا واحد ما عنده ولد ولا عنده شريكه ولا عنده زوجه سبحانه وتعالى ما يحتاج الى احد، توريه التوحيد تمام، تعلم وتهديه، لو ربنا هداه على يدك يكون خير كثير. طيب قال من هم السرورية؟ انت من على الكتاب مركت في السرورية؟ طيب السرورية اتباع محمد بن سرور، ده واحد سوري وهو انشا لهم الفكرة، والفكرة بتاعتهم هي امتداد لمذهب الخوارج، امتداد للمذهب بتاع الخوارج اللي هو قائم على اصلين، بيكفر المسلمين بغير مكفر، وبيستحلوا الخروج على الحاكم الظالم، دي الاساسيات المذهب بتاعهم، يقول لك انتوا كفار كلكم. مره ناظرنا واحد في حته اسمها بقوته، ودي المنطقه دي ومناطق ثانيه
فيها وإن كان فيها ناس أفاضل لكن فيها شرذمة من التكفيرين اللي قاعدين. أول ما بدينا المناظرة تعرف الراجل اللي قال شنو؟ قال انتوا القاعدين ديل كلكم سلفيين على صوفية كفار كلكم وال. وأنا قال ما جاي أناظركم في إنه انتوا كفار ولا لا، أنا جاي أناظركم في إنه كفركم ده أصلي ولا كفر عارض، يعني انتوا ضقتوا الإسلام ده ولا ما ضقتوا، وهو رأيه إنه ما ضقنا الإسلام أصلا إحنا، مين يومنا كفار؟ ده المذهب بتاعهم. لا كفار لأنه انت في رأيهم بتطيع الحاكم وعندهم الحاكم ده كافر وانت بتطيعه. لما يكون عندك مشكله بتاع الطلاق بتمشي تتحاكم عند القاضي والمحكمه ووكيل النيابه وتفتح بلاغ كده تتحاكم للحكومه دي، اذا انت كافر بتسمعوا تطيع لهم، انت كافر ذاته وعندهم المجتمع ده كله كافر، او بعضهم يكفر الحكام وما بيكفر المجتمع، وبعضهم يكفر فئات معينه. على اي حال ده المذهب بتاعهم مذهب تكفيري، واحيانا بيتدسوا ويتخبوا وسط شعارات اسلاميه براقه، الجهاد ونصره المستضعفين والاقصى ينادي والشيماء تبكي، شعارات براقه وجميله ويستعطفوك انت والجهاد ودول اخواتك ويغتصبوين ويعملوا لهم شنو، استعطف قلبك لحد ما تدخل معاهم، بعد شويه بقوك تكفيري وتبقى خارجي ضد الدين وضد المجتمع وتحدث في الارض الفساد. فده مذهب خرب يا اخواننا وعقيده فاسده ومجرمه، دي عقيده مجرمه في الشريعه مجرمه، وحتى عند عامه الناس ده مسلك اجرامي، استحلال دماء المسلمين، قتل الناس في المساجد، ارتكاب العمليات التفجيريه وغيرها من قتل الابرياء واغتصاب النساء ومسائل فظيعه جدا. طيب قال نريد شرح لهذه الايه، قال وهو الذي الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. الآية سورة الزخرف، وشرحها وهو الذي في السماء إله، إله بمعنى معبود، معبود، والكلام عن الله سبحانه وتعالى. وهو الذي في السماء إله أي هو في السماء معبود تعبده الملائكة في السماء، وفي الأرض إله يعبده كثير من الجن والإنس، يعني يعبد في الأرض من الجن والإنس ويعبد في السماء من الملائكة. وهو كقوله تبارك وتعالى وهو الله في السماوات، وهو الله أي وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض يعلم سركم وجهركم. الآية من سورة الأنعام، فالآيتين مع بعض ما معناهم إن الله بذاته في السماء أو بذاته في الأرض، لا بذاته في السماء فقط، وعلى هذا إجماع العلماء، ما في زول يجي يلخبط عليك ويقول لك لا وده كلام وهابية. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما قال سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، بتلقوا أشياء في الدنيا دي تنكروها من فعل الحكام، قالوا فما تأمر من أدرك منها ذلك؟ قال أعطوهم الحق الذي عليكم من السمع والطاعة واسألوا الله الذي لكم. ارفع يديك لربنا يا اخي، ازمت الجاز، ازمت بنزين، ازمت اي حاجه، لو واحد من الامه دي صدق مع الله، واحد صدق مع الله ورفع يديه بتنفرج الازمه دي في لحظه واحده.